اللي كنا مستأجرين وقاعدين فيه أبو بالسرايا القديمة بيسموها سرايا بشري، ما كان فيه كهرباء، كان فيه أنديل عكاز وبيطلع دخان وبيأذينا شوي. في أنطرة مجرى هواء قوي وفيها لمبة للبلدية. أنا كنت ما أترك الأنطرة قبل الساعة 10-11 بالليل، لأنه عن أنديل البلدية كنت أعمل دروسي. وفي ناس صاروا يخبروا عنه، وهلأ كتير مشهورة الخبرية بالضيعة. وهيب كيروز نجح ووصل للوصل له، بس كان يقري دراسيته وكتبه على ضوء أنديل البلدية. هالخبر هيد بيردني كمان لطفولتي، لما نعرف الأب شبيعة اللي كان مدير المدرسة اللي خبرت عنه، إنه في كتير بيوت بالضيعة شبيهة ببيتنا، عمل شغلتين بالمدرسة، أضافهم على المدرسة كبرنامج رسمي، أضاف الدرس المسائي لأنه ما في غرف بالبيوت ليدرسوا الأولاد، وأضاف التدفئة، وأضاف الكهرباء لأنه المدرسة فيها كهرباء. ومن يومتها أنا هلأ عيني قسيهم منيح وبيقشعوا، هلأ هو ميت وعقبره بيوقفوا عيني وبيشكوه، لأنه ضوالنا يوم ما كان في بيتنا ضوء. ومن هاي بالفعل هالرجل عمل لي عظام وعرف خطط لمجتمعه، ويمكن أكثر إنسان رح يضل ينذكر بمجتمعنا هو هالإنسان هذا، الأب فيليب شبيعة.